يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة. هعمل معاكم دلوقتي وصفة أنا بسميها الوصفة الجبارة. الوصفة دي مش بس بتبيض، دي بتنقي، بتخلي البشرة هادية، بتخلي البشرة فيها إضاءة، بتخلي البشرة بتاعتك كده جميلة، بتخليها جميلة لسبب واحد، إن أنتي لما بتيجي تعملي السكراب ده أو الماسك ده بتحسي إن أنتي بشرتك بعد ما بتغسلي فيها نور كده، تمام؟ طيب احنا دلوقتي هندخل في المقادير على طول وهقول لكم تقدروا تستعملوها فين كمان. البشرة دي مش بس بعتبرها للوش، البشرة دي تقدروا تعملوها كمان للايدين، تمام؟ تقدري تحطيها على ايدك وتفركي بيها على ايدك، رهيبة رهيبة رهيبة، تمام؟ طيب مكوناتها ايه على السريع، وهنقول طريقة الاستعمال واحنا بنتكلم. انا عندي هنا معلقة صغيرة طحين، 4 معالق من مية الورد، عندي معلقة صغيرة من النشا، معلقه الطحين صغيره، ال4 معالق الميه الورد. هنا بقى هقول لكم على الحاجه الثالثه الرابعه، الحاجه الرابعه ليمونه صغيره، تمام؟ عصره ليمونه صغيره، وهتبداي تعملي ميكس كده. القوام زي ما انتم شايفينه كده كريمه، كانك تحطي كريم على بشرتك. هتبدأي تاخديه وتفرديه على بشرتك بالكامل بالشكل كده، وانتي بتحطي ادي بشرتك بتحطي كده، تاخدي تحطي بشكل دائري، تمام؟ بشكل دائري على البشرة وعلى الرقبة، بيبيض الرقبة وبينقيها وبينضفها كده، ويخلي البشرة حتى لو في تصبغات بيوخرها ان شاء الله مع الاستعمال. مش من اول استعمال هيشيل التصبغات، بس مع الاستعمال ان شاء الله هيشيلها. انتوا عارفين معاكم صريحه، في سواء في طبخه او في اكله او في وصفه تجميليه بقول لكم الصراحه. طيب لو انت بقى بشرتك حساسه هتشيلي على طول معلقه الليمون وهتبدليها بمعلقه من الروب الياغورت، تمام؟ هتاخدي معلقه صغنونه من الياغورت وتضيفيها بدل الليمونه وتبداي ان انت تستعمليها كده، تمام؟ كأن دي اهي بشرتك زي ما قلت لك، وهتاخدي وتحطيها كده بشكل دائري، ماشي؟ وبس كده الوصفه، مش محتاجه انا اطول فيها. حبيت اديها لكم على السريع، هتنفع بنات كتير. لو انت عروسه اعمليها 3 ايام في الاسبوع، ملهاش اي مضار. اي وصفه طبيعيه يا بنات لو ما فادتكيش مش هتضرك، خليكوا كده فاهمين الكلام ده. لو اي وصفه طبيعيه ما فادتكيش مش هتضرك، وخلونا نكون متفقين برضو على النقطه دي. بس انا الحمد لله ما بقول لكمش وصفه الا وصفه مجربه، ما تمشيش على بشره على وصفه واحده. يعني لو انت مثلا بتستعملي وصفات كتير طبيعيه ما ينفعش تمشي فيها عليها طول الشهر، لا انت ممكن مثلا تعملي مثلا الوصفه الطبيعيه مثلا 2 3 مرات في الاسبوعين 3، ترجعي تكسري بوصفه ثانيه وهكذا، وترجعي تاني تعملي وصفتك اللي ارتحت لها. لين توصلي لوصفه انت ارتحتي عليها هتستمري عليها اطول فتره من الوصفات الثانيه اللي انت هتكملي بيها. بس كده فيديو بسيط، اتمنى يكون حاز على اعجابك. انزلي بسرعه اذا لسه ما اشتركتيش في قناتي، اشتركي في القناه، فعلي الجرس، وكمان اعملي شير على كل حبايبكم عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد. وما تنسوش كمان تشجعوني بكومنت حلو. بنات ما تنسوش تحطوها على الايد لو عندكم سواد في الايد او اسمرار في المناطق اللي هي بتكون عند الاصابع كده، ابداي حطي عليها مع حركه السكراب كده اللي هي الدائريه، وان شاء الله هيفيدكم باذن الله. وانتظروني بوصفات احلى واحلى خلال الاسبوعين دول. طيب سلام عليها. الوصفه هتتحط قديها على البشره، هتبداي تغسلي وشك بميه فتره، بعد كده تنشفيها فيها وتبداي تفردي عليها السكراب بتاعك او الخلطه ديت اللي عملناها، وهتخليها لمدة 10 دقايق على بشرتك. بعد كده هتلاقيها شوية نشفت، يا إما تفركيها فرك بسيط أو تبدأي تاخدي بمية دافية وتبدأي إن أنتي تطلعي الماسك من على بشرتك بهدوء، دايما بهدوء. لما تيجي تنشفي بالفوطة هتبدأي تمسكي الفوطة كده وتطبطبي على بشرتك. أي سكراب بعمله معاكو أو أي وصفة بعملها لما تيجي تغسلي وشك بعدها هتعملي عملية الطبطبه كده، تطبطبي على بشرتك، مش تروحي يعني تنشفيه بعصبيه، لا بطبطبه علشان بشرتك ما تجهدش. والسلام عليكم.